اهلا وسهلا اخت ناديه، انت معانا على الهواء. اهلا وسهلا فيك قسيس، الرب يباركك. ربنا يباركك اخت ناديه، كمان اخت ناديه عابره. امين. تفضلي اخت ناديه. بصلي للعالم كله اليوم، وبقول بشكرك يا رب لانك انت بترتقبنا، بشكرك يا رب لانك انت فحصت القلوب والكلى، فحصتني يا رب وجبتني لحضيرتك. انا بشكرك يا رب من اجل الحياه اللي بدلت لي اياها، بدلت حياتي من الاسواس الى نورك العظيم. بشكرك يا رب انك عرفتني على اخوي حقيقيين فيك يا رب، مثل الاسيس نزار شاهين، مثل اخواتي كثير في حياتي انا بحبهم. بشكرك يا رب انك بدلت حياتي وحياه اولادي للاحسن، عرفتنا ذاتك يا رب. انا بصلي اليوم للبنان ولكل بلد عربي، كل بلد اجنبي، انه هذا الوباء يروح في اسرع وقت. انا بصلي للجوع بلد اليوم، عم تسمعني كل الناس، بلد اليوم انا بتبرع للاطفال يلي ما عندهم حليب، بتبرع للناس يلي ما عندهم حبه دواء، بتبرع لكل انسان كبير وصغير. انا بشيل من معاشي، انا مش عم بشهر حالي، لو انا عم بشيل من قدام اولادي وببعث لبلدي، لانه بلدي هلا عم يحترق من كورونا ومن الامراض ومن الجوع ومن الوباء وارجنتين وجوعانين. انا بطلب من السيد المسيح انه بهاللحظه هاي، وانا مصدق انه هو هلا عم يسمعني، انه لم تتفاء. وانا بطلب للعالم كله انه العالم كله يشفى. انا مآمن فيك يا رب انك انت قادر، بايدك انت الطبيب العظيم، انك تشفي كل العالم المريضه من هذا الوباء. امين امين. انا بطلب منك يا رب، انا بطلب. انا بشكرك يا قسيس نزار على دعوتك لإلي اني صلي للعالم كله، والعالم كله يسمع صوتي. صلوا للبنان بلجاجه وبحراره، لانه في اطفال عم بتموت ما عندهم حبه دواء. امين يا رب. امين امين اخت أمين. ناديه، يعني صوتك وصل وقلبك واحشائك وصلت. الاخت ناديه طبعا مثل ما عرفتوا ان هي من لبنان، عم تاخذ من المصاري بتاعتها وتساعد الاطفال، ولا سيما في الوضع القائم والحالي في لبنان. لبنان وسوريا على فكره بمروا في ظروف صعبه جدا، واللي ما بيعرف منكم خدمه نور لجميع الامم، احنا مش بس خدمه كرازي، احنا كمان خدمتنا خدمه انسانيه، ريليف وورك، بنبعت دعم للمحتاجين في هذه المناطق الصعبة اللي عانت من كوارث، وإحنا الرب باركنا كتير في دول كثيرة، وإحنا كمان المؤمنين أكيد الرب باركنا، لكن في ناس صدقوني مش عم بلاقوا لقمة الخبز، وكتير من العابرين اللي انطردوا من بيوتهن يعني بالكاد يوكل وجبة. فأنا بحب أشجع كل اللي بيشاهدونا، فيك تفوت على الصفحة أونلاين، وإذا بتحب تتبرع حط بس يعني Love Lebanon أو Love Syria، وهي كلياتها بتروح. طبعا اللي عايش في أمريكا أو كندا في الإنكم تاكس ريسيت بيرجع لك، لكن تأكد أنه كل هذه الفلوس بتروح في مكانها الصحيح لمساعدة، مثل ما ذكرت أختي نادية، هؤلاء الفقراء والمحتاجين. إحنا مش بس بنتكلم كلام يعني دعم معنوي، لكن كمان دعم مادي اللي نساعد هؤلاء المحتاجين. في كتير ناس محتاجة، ربنا يبارككم وربنا يكافئكم. اللي بحب فيك تتواصل على الرقم أو تفوت أونلاين فيك تساعد. نحن عادة ما بنطلب أي دعم على التيفي، لكن هذا حقيقة إنه الخدمة هي قائمة على تبرعات المشاهدين والمستمعين اللي بحب الرب. فإذا الرب حط على قلبك بكل سرور فيك تساعدنا.